بالصور النجمة السورية بتقلد إطلالة مايا دياب، مين هي؟ أثرت الجدل عام 2016 بتقليدك للفنانة اللبنانية مايا دياب، كان مقصود هالأمر أم مجرد صدفة؟ لا صدفة. صدفة؟ وكانت المرة الوحيدة اللي بعمل فيها برونزاج وسولاريوم، أنا كتير بيضة لأنه كنت كتير مبسوطة فيها، ورحت عملت أشقر قام طلعت بشبهها كتير. وقتها قالوا لي قلت لا، يعني أنه أوكي مايا دياب حلوة كتير، بس أنه هي الإطلالة وهي مو بس لإلها، فينا كلنا نعمل هذا الشيء، هذا مو معناته نكون نحن عم نقلدها يعني.